وكنا الحقيقة قبل الفاصل بنتكلم عن منظومة القمح اللي نجحت إلى حد كبير في ملف الزراعة التعاقدية، وكنا بنشوف مع حضرتك أفاق بقى إن إحنا ناخد نفس التجربة بتتكلم عن القمح تحديدا، ولو ممكن نطبقها في المحاصيل الزيتية وفي موضوع الأعلاف، لأن إحنا بنسابق الزمن في هذه النقطة. لا إحنا تعودنا في حياتنا من كل أزمة لازم نطلع بنتيجة إيجابية للدولة المصرية. الأزمة الروسية الأوكرانية وما لها من ظلال يعني شديد جدا على الأعلاف بالذات، وعلى رأسها طبعا الذرة الصفراء وفول الصويا، وكذلك هنقول عباد الشمس كزيوت. احنا طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى العام الماضي كانت في توجيهات من دولة رئيس الوزراء بالاهتمام بالمحاصيل الأعلاف، وعلى رأسها محصول الذرة الشامية. احنا عندنا محصول الذرة الشامية في الدولة المصرية بنزرع منه تقريبا حوالي 2.8 مليون فدان، ولكن ان شاء الله بتنامي منظومه الزراعات التعاقديه واللي هي بيترأس مركز الزراعات التعاقديه دلوقتي حاليا زميله فاضله لنا اسمها الدكتوره هدى رجب، بصراحه عامله انجاز السنتين الماضيتين، وهذا العام بقى لها دلوقتي ازيد من شهر قبل بدايه الموسم الصيف اهوت بتلف وتجوب الدوله المصريه. ملخص سريع دي اللي يطمننا ان شاء الله لهذا العمل. اول شيء السنة الماضية تم زراعات تعاقدية حوالي 250 ألف فدان، تم توريد منهم حوالي 700 ألف طن لصناع الدواجن في الدولة المصرية والإنتاج الحيواني. برضو من ضمن الأرقام 31 شركة أو مستثمر في هذا المجال تم شراء هذا المنتج. أيضا بالنسبة لفول الصويا 700 ألف طن ده أنا مع 700 ألف طن يعني قربنا من مليون طن إلا ربع، ده كله وده شيء كافي داخل الدوله. بس كويس لما نبدا من القفزه ديت الدوله المصريه كانت محتاجاها. ايوه كان الاول المستثمرين او محتاجين في حدود كام؟ حضرتك عندك فكره احنا محتاجين في حدود كام؟ انا ما اعرفش الحقيقه. احنا محتاجين في الدوله المصريه تقريبا بندخل في حوالي يعني من بنستورد حوالي 12 مليون طن. عندنا انتاج حوالي 7 مليون طن او 7.5، بندخل في حوالي 19.5 مليون طن احتياجات لنا ولصناعه الدواجن والانتاج الحيواني. مفهوم. طبعا كان الاول ان الفلاح المصري محصول الذره الشامي بالذات تحديدا سواء ذره بيضاء او صفراء كان ما كانش فيه يعني ايه الزخم عليه قوي، فكان الفلاح بيحس كده ان هو ان هذا المحصول مهمل. ولكن العام الماضي بعد دخول هذا السباق واتجاه الشركات لشراء هذا المحصول من خلال الزراعات التعاقديه، بنأمل هذا العام ان ال 250 الف فدان دولت يوصلوا ل 750 الف فدان هذا العام، ونأمل ان هم يوصلوا مليون فدان. وفي الحاله ديت كل الناتج اللي يطلع منهم يعني يمثل تقريبا حوالي 3 او 4 مليون طن، ممكن يتوجهوا دولت ان شاء الله للانتاج الداجيني او الانتاج الحيواني كاعلاف. في الحاله ديت الفلاح هيحس فعلا بان قيمه نبات الذره بقاله قيمه، هيبدا يهتم بيه، هيهتم بالتوصيات الفنيه اللي هو بيتعامل بيها، زراعه التقاول من تقال الحمد لله اللي احنا مصر بتعتبر يعني عندها وفره كبيره جدا من التقاول من تقال بالنسبه لمحصول الذره الشام سواء صفراء او بيضاء، وعندنا فائض منه كل عام، فان شاء الله مش هيبقى عندنا شورت اطلاقا في هذه التقاول. بالنسبه لفول الصويا ايضا العام الماضي زرعنا زراعات تعاقديه حوالي 31 ألف فدان، حصلنا منهم على حوالي 60 ألف طن، ودي بتعتبر برضو شيء يعني لسه مولود بقاله سنتين. أيوة. ووصلنا لهذا المقدار من التقدم مع استخدام الظلال اللي احنا بنقول عليها الضغوط علينا أو الضغوط في عدم الاستيراد أو حجب الاستيراد أو يعني المشاكل دي بتعيق عملية الاستيراد حبة. ففي الحالة دي إن الزراعة التعاقدية بتعتبر هي يعني ناخدها كمكسب لنا طبعا في الزراعه داخل الدوله المصريه، ونبدا نهتم بالزراعات بتاعتنا والمنتج او المستثمر المصري. طب خليني اسال حضرتك طالما جبنا كمان سيره الاعلاف، عايزين برضو نسال حضرتك عن امكانيه وضع اسعار استرشاديه لموضوع الاعلاف، واحنا شايفين ده مأثر على الثروه الداجنه ومأثر على الاسعار ومأثر على كل شيء. وده بالفعل بقالنا دلوقتي اكثر من شهر عاكفين على دراسه هذه الاسعار حتى يتم اعلانها ان شاء الله في القريب، ممكن يتم هذا الاسبوع. يعني ممكن تتحط اسعار إن شاء الله استرشاديه للاعلاف؟ هيتحط اسعار استرشاديه حضرتك للذره الشامي. ايوه صفراء او بيضاء، هيتحط سعر استرشادي لفول الصويا،
هيتحط سعر استرشادي لعباد الشمس، وهتكون اسعار ان شاء الله انا مطمن ان هي تكون اسعار عادله. ده خبر مهم. الاسعار لن تكون هي دي اسعار محدده للبيع والشراء، ولكن احنا بنقول ان هذه الاسعار بيتم التعاقد عليه كسعر ضمان للفلاح المصري من او الى على الاقل. يعني لا قدر الله لو نزلت هذه الاسعار عن هذا الحد بتلتزم الحكومه او بيلتزم القطاع الخاص بشراء هذه المحاصيل، لا قدر الله في حاله انخفاض عن السعر اللي هيتم ضمان او يحرر في العقود. طيب اثناء الموسم واثناء الحصاد احنا هنعلى على طول، لو السعر العالمي تم اضافه اسعار على هذا السعر هيكون ان شاء الله في الاتجاه للمزارع المصري، بحيث ان برضه مش هنقف عند هذا السعر ونقول له لا هو ده سعر التعاقد. عليت الدنيا بره بتعلى هنا معانا. لو علت الدنيا او السعر العالمي بتاعه طلع اكثر من ذلك هنتماشى مع السعر العالمي بالنسبه للفلاح المصري، ونديله برضه اللي هو القيمه الاضافيه على سعر الضمان اللي هو محطوط في العقد المنصوص ما بين المزارعين وما بين سواء الحكومة المتمثلة في هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو مع القطاع الخاص، وكلاهما بيصب في المصلحة العامة وفي الأمن الغذائي الخاص. وده هيعلن قريب، وده شيء مهم إن شاء الله يمكن خلال هذا الأسبوع معالي وزير الزراعة ومعالي وزير التموين عاكفين على هذا الأمر بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء، بحيث يظهر هذا الموضوع قريبا، لأن احنا خلاص أشرفنا دلوقتي على زراعة المحاصيل الصيفية اللي هي بتبدا تقريبا العروه المبكره منه بالنسبه لفول الصويا بيبدا الزراعه فيه 15/4، والذره الشاميه بيبدا على طول بعده بحوالي 15 يوم، ودوار الشمس بنزرع او عباد الشمس بنزرع ثلاث عروات في الدوله المصريه ان شاء الله برضو بيبدا من حوالي 15 مارس القادم. فان شاء الله قبل بدايه هذا الزراعات الصيفيه دي كلها هيتم الاعلان على سعر عادل لإخواتنا كل المزارعين، ويكون في الاتجاه المضبوط لتأمين الغذاء والإنتاج داخل الدولة المصرية. شكرا جزيلا، كل التوفيق، بنشكر حضرتك. شكرا لسعادتك، نورتنا يا فندم، إن شاء الله يعني نشوف كمان تطور اللي حصل في القمح في محاصيل أخرى. شكرا جزيلا، نورتنا.